النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. ناس كتيرة بتبقى بتسأل السؤال ده وعايزة تعرف الرد عليه. ايه نوع بشرتي؟ ازاي اعرف نوع بشرتي؟ ليه مهم اني اعرف نوع بشرتي؟ لاني لما هعرف نوع بشرتي هقدر اعرف المنتج المناسب لبشرتي. احنا عندنا اربع انواع من البشرة. البشرة الدهنية، العادية، الجافة، المركبة. وفي نوع بنقول عليه البشرة الحساسة. بس البشرة الحساسة دي حالة بشرة مش نوع بشرة. خلونا الأول نشوف الأربع أنواع بتوع البشرة. البشرة الدهنية بعرفها إزاي؟ مسامها واسعة، فيها لمعة، فيها دهون، فيها حبوب. لما تبصي في المراية لو لقيتي مسام بشرتك واسعة، لو لقيتيها بتلمع كتير، تبقى دي بشرة دهنية. البشرة الجافة العكس تماما، مسامها ضيقة خالص، لو غسلتيها برغوة تشد، ممكن تقشر بالذات في الشتاء. أما البشرة المركبة فده خليط ما بين الدهني والجاف، بنلاقي منطقة التي دهنية ومنطقة الخدود عادية أو جافة. في الصيف ممكن البشرة المركبة تميل للدهني، في الشتاء هتميل للجاف. أما البشرة العادية فهي بنقول عليها البشرة الصحية، هي بشرة البيبي. بس مش معنى كده ان في السن الكبير مفيش بشرة عادية، لا في، بس البشرة بتجف مع الوقت ومع السن. دي انواع البشرة اللي محتاجين نعرفها علشان نعرف ايه المنتج اللي بشرتي محتاجاه وايه المنتج اللي استخدمه لبشرتي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. استنوا معايا الفيديو الجاي.